اليوم الثلاثاء 6 أكتوبر 2020، مصر جميعها تحتفل بمرور 47 عاما على نصر أكتوبر 73. والآن اسمحوا لي أن أعرض على حضراتكم كلمة الرئيس السادات رحمة الله عليه فيما يسمى خطاب النصر. سوف يجيء وأظنكم توافقونني على أن لدينا اليوم من المشاغل والمهام ما يستحق أن نكرس له كل وقتنا وجهدنا. وإذا جاز لي أن أتوقف قليلا، وأنا أعلم أن بكم شوقا إلى سماع الكثير، فإني أقول ما يلي. أولا، فيما يتعلق بنفسي فلقد حاولت أن أفي بما عاهدت الله وعاهدتكم عليه قبل 3 سنوات بالضبط من هذا اليوم. عاهدت الله وعاهدتكم على أن قضية تحرير التراب الوطني والقومي هي التكليف الأول الذي حملته ولاء لشعبنا وللأمة. عاهدت الله وعاهدتكم على أني لن أدخر جهدي ولن أتردد دون تضحية مهما كلفتني في سبيل أن تصل الأمة إلى وضع تكون فيه قادرة على رفع إرادتها إلى مستوى أمانيها. ذلك أن اعتقادي دائما كان ولا يزال أن التمني بلا إرادة نوع من أحلام اليقظة يرفض حبي وولائي لهذا الوطن أن نقع في سرابه أو في ضبابه. عاهدت الله وعاهدتكم على أن نثبت للعالم أن نكسة سنة 1967 كانت استثناء في تاريخنا وليست قاعدة. وقد كنت في هذا أصدر عن إيمان بالتاريخ يستوعب 7000 سنة من الحضارة ويستشرف آفاقا. أعلم علم اليقين نضال شعبنا وأمتنا لبلوغها والوصول إليها وتأكيد قيمها وأحلامها العظمى. عاهدت الله وعاهدتكم على أن جيلنا لن يسلم أعلامه إلى جيل سوف يجيء بعده منكسة أو ذليلة، وإنما سوف نسلم أعلامنا مرتفعة هاماتها عزيزة الصواريخ، وقد تكون مخضبة بالدماء، ولكننا ظللنا نحتفظ برؤوسنا عالية في السماء وقت أن كانت جباهنا تنزف الدم والألم والمرارة. عاهدت الله وعاهدتكم على أن لا أتأخر عن لحظة أجدها ملائمة ولا أتقدم عنها، لا أغامر ولا أتلكى. وكانت الحسابات مضنية والمسؤولية فادحة، لكنني أدركت كما قلت لكم وللأمة مرارا وتكرارا أن ذلك قدري وأنني حملته على يدي. عاهدت الله وعاهدتكم
وحاولت مخلصا أن أفي بالوعد ملتمسا عون الله وطالبا عاهدت الله وعاهدتكم وحاولت مخلصا أن أفي بالوعد ملتمسا عون الله وطالبا ثقتكم وثقة الأمة وإني لأحمد الله. ثانيا، لقد كان كل شيء منوطا بإرادة الأمة. حجم هذه الإرادة وعمق هذه الإرادة، وما كنا لنستطيع شيئا وما كان أحد ليستطيع شيئا لو لم يكن هذا الشعب ولو لم تكن هذه الأمة. لقد كان الليل طويلا وثقيلا، ولكن الأمة لم تفقد إيمانها أبدا بطلوع الفجر. وإني لأقول بغير ادعاء أن التاريخ سوف يسجل لهذه الأمة أن نكستها لم تكن سقوطا وإنما كانت كبوة عارضة، وأن حركتها لم تكن ثورانا وإنما كانت ارتفاعا شاهقا. لقد أعطى شعبنا جهدا غير محدود، وقدم شعبنا تضحيات غير محدودة، فإن كل ما ضاع يمكن تعويضه. هل القاعدة سليمة؟ وكنت واثقا أنه ليس في قدرة أي حرب نفسي مهما كانت ضراوتها أن تمس صلابة هذه القاعدة. وما دامت القاعدة بخير فإن كل شيء بخير، وغير ذلك لن يكون إلا زوبعة في فنجان كما يقولون. لست أنكر أننا واجهنا مصاعب جمة، مصاعب حقيقية، مصاعب في الخدمات، مصاعب في التمويل، مصاعب في الإنتاج، مصاعب في العمل السياسي أيضا. وكنت أعرف الحقيقة، ولكنني لم أكن في موقف يسمح لي بشرحها. كنت أعرف أننا نحاول أن نجعل الحياة مقبولة للناس، وفي نفس الوقت فإن علينا أن نحتاط لما هو منتظر. وكنت واثقا أنه سوف يجيء يوم تظهر فيه الحقيقة لغيري كما كانت ظاهرة لي، وحين تظهر الحقيقة فإن الناس سوف يعرفون وسوف يقدرون، وأحمد الله.